مرحبا وشكرا لمتابعتكم تيك ميشن. اخيرا عملتها سوني الكاميرا المثاليه للمدونين للسفر للعائله وبتوسع بالجيب. تابعوا معنا هالفيديو عن RX 100 Mark 7. أول شيء خلنا نذكر سوا، سلسلة RX 100 هي من أنجح الكاميرات المدمجة بالعالم. سوني دائماً بتسحمها بالمواصفات المتقدمة وبطريقة سهلة الاستخدام. السلسلة بتتميز بالسنسر بقياس إنش كامل وبتتميز كمان بعدسات زايس صاحبة الأداء البصري المتميز. الكاميرا فيها مواصفات متقدمة للمصورين الهواة أو المحترفين اللي بيصوروا بإعداداتهم الخاصة. أما إذا كنتم من المصورين الهواة اللي بيحبوا يصوروا أوتو طول الوقت، رح خبركم من البداية وبوضوح، هي أفضل كاميرا بالعالم اليوم إلكن. خلوها أوتو، صوروا وشوفوا النتائج. اللي بدهم يعرفوا أكثر عن المواصفات الكبيرة بهي الكاميرا الصغيرة تابعوا معنا بقية الفيديو. من مارك 4 بسلسلة RX 100 لحد اليوم هالكاميرا عم تطور بشكل كتير سريع، فشو جديد اليوم بالمارك 7؟ باختصار سوني عم تقدم لنا ثلاث مواصفات صار لنا زمان كتير ناطرينها بكاميرا من هذا الحجم ومن هذا الفورم فاكتور. رقم 1 قدرات التركيز التلقائي الخارقة اللي كنا شفناها بالسوني A6400. رقم 2 قدرات تصوير الفيديو مع جاك الميكروفون اللي بيتقدم لأول مرة بكاميرا من هذا الحجم. ورقم 3 التصوير بالطول مباشرة. وينو جماعة الانستغرام سامعين؟ بس طبعا هذا تبسيط كبير، لأنه جديد بالكاميرا أكتر بكتير من هالقصص الثلاثة. أهم شيء بنظري هو السنسر الجديد. لساتنا عم نحكي عن سنسر بقياس إنش ودقة 20 ميجا بيكسل مع فيس ديتكشن، بس هلا صار عنا دي رام بيلت إن، يعني بالمختصر هو أسرع بكتير من الجيل السابق بكتير. الجانب الثاني المهم هو التثبيت الهجين بصري وديجيتال. سوني عم تقدم شيء عم تسميه Active Stabilization، بجمع بين تثبيت العدسة البصري والتثبيت الرقمي حتى لما منصور 4K. قبل ما نتابع بالمواصفات التفصيلية، في شيء مهم لازم نحكي عنه، شيء مهم عم يسألوا عنه كتير. بالمارك 5 ولورا كانت سوني عم تقدم لنا عدسة زايس فاريو تيسر 2470 مع F1.8 فتحة عدسة واسعة. هذا الشيء كان يعطينا أداء ممتاز بالضوء المنخفض وكان يعطينا إمكانية تصوير بورتري جدا جميلة. 2470 هو الزوم حوالي 3.5 اللي هو الزوم العادي اللي بنستخدمه بالحياة اليومية. طيب من مارك 6 وهلأ بالمارك 7 سوني عم تقدم كمان زايس فاريو تيسر، بس هالمرة 24-200 يعني زوم بعيد، يعني حوالي 8x، وهذا الشيء عم بيكون على حساب الاف ستوب. الاف عم يبدأ من 2.8، يعني فقدنا شوي من قدرات التصوير بالإضاءة المنخفضة وكمان البوكا الحلوة اللي بتجي ورا الشخص اللي عم نصوره بتصوير البورتري وقت اللي بنكون عم نصور بف 1.8 بالنسخ السابقة. فشو السبب يا ترى؟ ليش سوني عم تعمل هذا الشيء؟ ما فيني جواب بالنيابة عن سوني، بس تقديراتي الشخصية انه السبب هو انها حابة تبعد عن هاد. سوني حابة انها تعطينا شيء مختلف عن تجربة تصوير الموبايل، لانه اليوم في موبايلات عم تقدم صور كتير جيدة للتصوير اليومي، في كتير ناس ممكن تكون رضيانة فيها، فليش بدها تشتري كاميرا كومباكت؟ لهيك الزوم عم يعطينا امكانية اعلى، عم بيخلينا نقدر نصور شغلات مختلفة تماما عن الشغلات اللي بنصورها بالموبايل. هالشيء بيخلي الكاميرا مناسبة اكثر للفيديو، مناسبة اكثر للسفر، مناسبة اكثر لتصوير الاطفال، لتصوير العائلة، وكمان لتصوير الرياضات عن مسافات بعيدة. خلونا نرجع للمواصفات والأداء. هي أول مرة بقدر أقول بمنتهى الثقة أنه في عنا مواصفات احترافية تماماً بكاميرا بهالحجم الصغير وبسعر مو صغير أبداً. بالتصميم الخارجي مارك 7 ما بتختلف كتير عن سابقتها المارك 6. عنا الفيو فايندر اللي بيطلع بلمسة زر وبيرجع بضغطة، وعنا بوب أب فلاش كمان، مع أني ما بنصح حدا يستخدم الفلاش تبع الكاميرا إلا عند الضرورة القصوى، وعنا الرينج اللي ممكن نخصصه للي بدنا إياه، زوم أو فتحة عدسة أو Exposure Compensation. عنا الشاشة اللي بتحرك 90 درجة للأسفل و180 درجة للأعلى لتصوير السيلفي والفلوجات. بس الشيء الجديد واللي كان الكل منتظره هو جاك الميكروفون. اليوم صارت الكاميرا كاملة مكملة للفلوجات. طبعاً كتار رح يسألوا وين بدي حط الميكروفون؟ تابعوا معنا وبعد شوي رح نخبركم ورح تتفاجئوا بسهولة الاستخدام. منيجي على النقطة الأهم بهاي الكاميرا واللي عم تخليها مختلفة تماماً عن أي كاميرا كومباكت تانية وحتى عن الأجيال السابقة من الـ RX 100، اللي هي Real Tracking Autofocus. Real Tracking Autofocus يعني نظام المتابعة والتركيز التلقائي من سوني، هو النظام نفسه اللي شفناه على A6400 من يومين ثلاثة، بس أعلنت سوني عن A6600 كمان في نفس النظام، والـ A6100 مع أنه Entry Level كمان عم تقدم فيها نفس النظام. طبعاً هذا النظام كلياته موروث من الـ A9 الرهيبة.
هلا الـ A6400 كانوا يسموها ميني A9، هلا شو بدنا نسميها؟ يمكن مايكرو A9 اساسا، بالبقى لانه تكون هي الميني A9 اكثر من الـ A6400. باختصار بهذا النظام بلمسه واحدة على الشاشه الكاميرا رح تميز شو الشيء اللي انتم حابين تركزوا عليه، سواء كان شخص ولا شيء ولا حيوان اليف، رح تتابعوا وين ما مشي. لما رح تشوف وشه رح تحول للفيس اوتو فوكس، فيس ديتكشن اوتو فوكس، يعني تركز على الوجه. لما بيكون قدراني ان تركز على العين رح تتحول مباشره وتلقائيا للاي اوتو فوكس، يعني التركيز على العين. واذا ما عادت شافت للوجه ولا العين رح ترجع مره تانية تعمل تراكينج مثل ما كانت عم تعمل بالبدايه. هذا الشيء بيعني انه نحن بتصوير الاشخاص اثناء تصوير الضوئي او تصوير الفيديو رح يكون ما في عنا اي احتماليه، او خلينا نقول احتماليه كثير 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 ضعيفه انه الفوكس يروح عن الشخص اللي نحن بدنا نصوره. البشرة السعيده انه هذا النظام موجود كمان بتصوير الفيديو و4K. الحالة الوحيدة اللي رح يوقف فيها إذا حولنا الـ Image Stabilization من Active لـ Intelligent Active. ما عم أفهم ليش، بس هذا هو نقطة الضعف الوحيدة لهذا الموضوع. لما بتحول لـ Intelligent Active Image Stabilization بيوقف نظام التراكينج وبتحول الـ Autofocus العادي. منيجي على الفيديو والفلوجات. كاميرات RX 100 جميعاً من أول نسخة لليوم تتميز بجودة الفيديو الرائعة وبظروف تصوير مختلفة ومتنوعة. أهم إضافة للمارك 7 بالنسبة للفيديو هي التراكينج. الإضافة الثانية المهمة هي التثبيت الهجين Active Stabilization اللي حكينا عنه قبل شوي. أكيد كلكم تعرفوا أنه أنا I don't vlog، أنا ما بصور هيك، بس هالمرة حالة استثنائية لأنه هاي الكاميرا كتير حالة خاصة. ف I will عم شغل التراكينج بلمسة واحدة. هلأ نحن عم نصور مع Active Steady Shot. مثل ما كنتم شايفين ثابت تماماً، أنا ماسك بس الجريب القبضة اللي فرجيتكم إياها، ماني ماسك جيمبل ولا اي شيء، بس مثل ما يكون شايفين ثابته بشكل كتير كتير. وبالتالي هذا هو اللي بيخلينا نسميها لهي الكاميرا كاميرا مثاليه للفلوجرز. الاضافه الثالثه اللي سوني اخيرا عم تقدم لنا اياها بعد طلب كتير كتير كبير من كل مستخدمي سلسله RX 100 هي جاك المايكروفون. هي أول مرة بكاميرا من هذا الحجم وهي القدرات بيكون في عنا جاك مايكروفون. بعرف إنه في كتير عالم رح يقولوا لي إنه كانون G7X Mark III اللي صدرت مؤخراً عندها جاك مايكروفون، وهي ممكن يكون السبب اللي دفع سوني إنها تحط الجاك المايكروفون على RX 100. لكن إذا منقارن قدرات الفيديو بالكانون G7X منشوف إنه هي ما نقابلة حتى للمقارنة مع السوني. فيها ما في عنا هنيك ديوال بيكسل أوتو فوكس، ما عنا فيس ديتكشن، عنا بس الكونتراست بيزد أوتو فوكس اللي هو بيعني إنه تصوير الفيديو ما حيكون ناجح مثل تصوير الفيديو هون، بالإضافة للفرق بالسنسر طبعاً. نرجع لجاك المايكروفون بالRX 100 اللي من زمان ناطرينه. في كتار ممكن يقولوا طيب وين بدي أحط المايكروفون؟ ما في عنا شو على الكاميرا. مزبوط، ما في عنا شو على الكاميرا، لهيك في عنا جوابين لوين رح نحط المايكروفون. الجواب الأول هو هالبراكت الصغير. هذا البراكت عم تقدمه سوني مع الكاميرا، عم تبيعك إياه كباكج. مثل ما أنكم شايفين باستخدام هذا البراكت رح تحصلوا على سيت اب كتير خفيف كتير سهل. بإمكانكم تثبتوا البراكت على الجريب والمايكروفون بيجي على البراكت، كتير سهل الاستخدام والصوت بيكون كتير كويس. هلا رح نقلكم على الصوت من هاي الكاميرا. هلا الصوت هون عم يجي من المايكروفون الرود المثبت على البراكت وموصول بالكاميرا بشكل مباشر. مثل ما كنتم شايفين الصوت ما له سيء ابدا ابدا. اما الجواب الثاني عن كيف نثبت المايكروفون على RX 100 فهو بنظري الخيار الامثل، الخيار الافضل، الاخف، الاكثر فعاليه. اللي انا كثير مستغرب انه كيف ما حدا من اللي عملوا ريفيو لهي الكاميرا خطر بباله انه ممكن يكون هذا هو الخيار المثالي. باختصار ECM AW4، هذا بلوتوث مايكروفون من سوني. مثل ما انكم شايفين وزنه خفيف جدا. القطعة الاولى منه بتتثبت، انا مستخدم نسخة تانية منه عم ثبتي على الـ A7 III اللي عم صورني هون. القطعة الاولى بتتثبت هون، هذا المايكروفون، وهذا الريسيفر بيتثبت على الكاميرا. مندخل المايكروفون جاك، هذا عبارة عن كليب، نحن اصلا عم نصور مع الجريب، وبالتالي just clip it, end of the story. صار في عندي سيت اب خفيف جدا وفعال جدا ولاسلكي، ماني مضطر اكون قريب من الكاميرا بشكل دائم. كمان مره رح نعمل اختبار. هلا رح نقول الصوت على هي الكاميرا، رح نجرب هذا المايكروفون. مثل ما كنتم شايفين الصوت جدا جدا ممتاز. انا شخصيا بستعمل هذا المايكروفون بكل الفيديوهات اللي انا بنفذها. مجموعه مواصفات اضافيه بالكاميرا. بالنسبه للتصوير البطيء الكاميرا بتصور 240 و480 و960 اطار بالثانيه. الكاميرا بتجي مع بيكتشر بروفايلز، مو كل اللي بنشوفهم بالـ A7 مثلا ولا حتى اللي بنشوفهم بالـ A6600، بس بيغطوا كل الاحتياجات الرئيسية ومختلف السيناريوهات اللي ممكن نحتاجهم بالحياة اليومية. سوني عم تقدم ميزة Interval Shooting لتصوير التايم لابس built in.
الكاميرا بتصور بالطول، يعني الانستغرامر صار فيهم يصوروا من الكاميرا لانستغرام ستوريز او انستغرام تي في مباشرة. ومنختم بسلبيات هاي الكاميرا، شو هي الاشياء اللي ناقصتها؟ هلا الحقيقة الاشياء اللي ناقصتها هي اشياء متعلقة بالمحترفين اكثر منها متعلقة بالهواة. اذا كنت انت بتحب تصور بالرحلات، بتحب تصور العائلة، فما حتحس باي شيء ابدا. اما بالنسبة للمحترفين فرقم واحد في عنا الـ ND filter. اخر كاميرا كان فيها بلتين ND filter من سلسلة RX100 كانت الـ RX100 Mark 5. من 6 وطالع بسبب حجم او بالاحرى بسبب الزوم الكبير تبع العدسة ما عادت سوني عم تحط بلتين ND filter. الشيء السلبي الثاني طبعا هو عمر البطارية، لأنه الكاميرا صغيرة فالبطارية صغيرة، هي يعني تستخدم نفس بطاريات السوني أكشن كام. بقدر أقول أنه بتكفينا بشكل كتير كويس إذا حملنا معنا بطارية احتياط. السلبية الثالثة اللي ذكرناها قبل شوي هي العلاقة بالإيمج ستابيلايزيشن والأكتف تراكينج. مثل ما ذكرنا قبل شوي التراكينج بيوقف إذا حولنا على الانتليجنت أكتف إيمج ستابيلايزيشن. وهلأ من إلكم شكرا لمتابعتكم، نتمنى أنه هذا الفيديو يكون مفيد لكم، وانتظرونا بالفيديوهات القادمة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وكتبوا لنا أي أسئلة لكم إياها بالتعليقات.